معي من إربيل الضابط المتقاعد العقيد ربيع الجواري الخبير الأمني والعسكري. مساء الخير، أهلا بك معنا سيادة العقيد. إذا اليوم نتحدث عن مراحل أخيرة باستعادة ثاني أكبر مدن البلاد، أي ملاحظة هامة تريد أن تقولها هنا، وماذا تقول عما بعد معركة الموصل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم. حقيقة بعد معركة الموصل تنتهي بجانبيها المدينة، تحرير الجانب الأيمن والجانب الأيسر، وهي معركة قريبة أو النصر محسوم فيها عن قرب، ولكن يتبقى بعض المناطق في العراق عموما مثل قضاء تل العفار وأيضا قضاء الحويجة والجانب الشرقي لمدينة الشرقاط وكذلك راوة وعانة والقائم. صحيح، هذا ما نحدده معك بهذا الحوار. نعم. ما بعد الموصل، ماذا تقول لنا المعطيات من على الأرض ومن الخبرة وتجربة معركة الموصل عن وجود داعش ومحاربته بالمناطق الأخرى؟ يعني محاربة تنظيم داعش، تعرفين القطاعات العسكرية اكتسبت خبرة كبيرة من المعارك في مدينة الموصل، لأن هذه المدينة تتمتع بجغرافيا معينة. مثل ما تعرفون الجانب الأيمن معقد بشكل كبير على عكس مدن العراق عموما، يعني سواء في قضاء تل العفار أو قضاء الحويجة أو المناطق الأخرى الموجودة بالعراق. فأعتقد معركة الجانب الأيمن لمدينة الموصل أكسبت القطاعات العسكرية خبرة كبيرة في التهيؤ للقتال في المعارك الأخرى، منها الحويجة والجانب الشرقي للشرقاط وكذلك المناطق الموجودة في الأنبار. وأعتقد أن المعارك في هذه المناطق ستكون بصورة أسهل من معركة الجانب الأيمن لمدينة الموصل، لأن مثل ما تعرفون الجميع يعلم أن معركة الجانب الأيمن لمدينة الموصل هي الأصعب على جميع، يعني أصعب من جميع المعارك التي خاضها الجيش العراقي في جميع المدن اللي احتلها تنظيم داعش، وكانت ما يقارب 40% من مساحة العراق، وكانت هي المعركة الأصعب هي معركة الجانب الأيمن بسبب جغرافية المنطقة وكذلك بسبب وجود الأعداد الكبيرة من المدنيين في داخل هذه المدينة. صحيح، وطبعا كون في كان قتال شرس من قبل داعش بمقابل ما واجهته القوات العراقية بسبب طبيعتها الجغرافية والانتباه للمدنيين طبعا والحذر ما بطأ العمليات، كان قتال داعش الشرس بما أنه المعقل الأساسي له هو الموصل. تل العفار والحويجة المناطق الأخرى التي نتحدث عنها، ما الذي سيكون أسهل فيها لطرد داعش من قبل القوات العراقية غير موضوع الجغرافيا، أعتقد جغرافية المناطق، وما الذي يمكن أن يجعلها صعبة إلى حد ما؟ أعتقد أن أي معركة ضد تنظيم داعش هي لا تخلو من الصعوبة، يعني حقيقة، لأن تنظيم داعش يعني لديه أساليب معينة في القتال، وهو يحمل عقيدة انتحارية، عقيدة الموت، ولذلك المعركة أمام هذا التنظيم مهما كان لا نستطيع أن نحسبها سهلة. يعني وعلى الجميع أن يعلم أن تنظيم داعش يقاتل بشراسة، وحقيقة هو يقاتل بقوة، وهذا ما يصعب العمليات العسكرية. ولكن لو نأتي إلى باقي المدن الموجودة في العراق، هي بالنسبة كمساحة وبالنسبة لأعداد المدنيين الموجودين فيها، يعني بصورة أقل بكثير من مدينة الموصل بجانبها إلى الأيمن أو الأيسر، وخاصة الأيمن اللي كانت المعارك فيه معقدة بصورة كبيرة. ولكن بالنسبة للمدن الأخرى، وصرح قيادة جهاز مكافحة الإرهاب أنهم وضعوا الخطط اللازمة للمعارك في هذه المدن، وأعتقد أن هذه المعارك ستكون
أسهل من معركة الجانب الأيمن لمدينة الموصل، لأن معركة الجانب الأيمن لمدينة الموصل هي من المعارك الكبرى حقيقة، لم تمر في حتى في التاريخ الحديث، كانت معارك شرسة أدت إلى دمار معظم البنى التحتية للجانب الأيمن لمدينة الموصل. أيضا هناك خسائر كبيرة بالنسبة لأرواح المدنيين، يعني نعم. الإحصائيات تقول هناك الكثير من الخسائر بأرواح المدنيين في مدينة الموصل، وكذلك لحد الآن هناك جثث لأناس أبرياء هم تحت الأنقاض لحد الآن، ولم يتم معالجة هذه أو إخراج هؤلاء. ولذلك معركة الموصل حقيقة أني والجميع يعتبرها من أعرب يعني أصعب المعارك على مر التاريخ العراقي. أنا أشكرك جزيلا على هذه المشاركة القيمة معنا من أربيل، ضابط المتقاعد العقيد ربيع الجواري، الخبير الأمني والعسكري.